مشاهد مؤلمة شفناها وتابعناها مع بعض. احنا عارفين ان الوضع اكثر من سيء في قطاع غزة، ان القطاع الطبي بيتداعى، ان المساعدات لازم تدخل في اسرع وقت. التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي ادان بشدة العبارات باشد العبارات الجريمة الشنيعة اللي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصفها مستشفى الاهلي المعمداني في غزة، وكمان اعضاء التحالف عملوا وقفة احتجاجية قدام معبر رفح احتجاجا لوفاة المئات من المدنيين من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابين. بكل تأكيد عشان نعرف على أو نتعرف على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهذه القافلة الكبيرة، معنا على التليفون أستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أستاذ مصطفى صباح الخير. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير. يا أهلا بيك يا فندم. في البداية عايزين نتعرف ونعرف السادة المشاهدين على الدور الوطني اللي بيقوم به التحالف في هذه المرحلة. في الحقيقة يمكن من أول لحظة وقت العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في فلسطين وبالأخص في قطاع غزة والانهيار الشديد اللي بيحصل في البنية الأساسية والبنية التحتية ليهم، كان في توجيه من السيد رئيس التحالف الوطني وكل أعضائه أن يتم التحرك بشكل سريع في توفير كافة المواد الإغاثية والطبية والأدوية والخيام المطلوبة ليهم عشان النازحين من منازلهم اللي تهدمت جراء الحرب والعدوان البربري اللي بيحصل على الأشقاء في قطاع غزة. كان هناك في خلال 48 ساعة حملة شعبية من خلال كل مؤسسات التحالف الوطني لحملة كبيرة للتبرع بالدم في كل المحافظات. حركنا في جمع أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية والدوائية والبطاطين والأغطية والملابس، كميات كبيرة جدا من الأدوية ومن الاحتياجات المستلزمات الطبية. الآن ومنذ أكثر من ثلاثة أيام صامدين أمام المعبر رفح، قررنا داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مش هنتحرك من المكان داخل العريش أو مدينة رفح المصرية إلا ما يتم دخول هذه المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة. مستمرون في الصمود أمام المعبر إن شاء الله لحين إعطاء الضوء الأخضر لدخول هذه المساعدات، ونتوقع إن شاء الله يكون في دخول غدا بإذن الله لكل هذه المساعدات الموجودة أو بشكل جزئي، ثم على مدار الأيام القادمة تدخل كافة الشاحنات. إحنا لدينا 106 شاحنة من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محملة بكافة الأغذية والأطعمة و المواد الإغاثية التي لا تتلف من استمرار المدة، عشان نكون عاملين حسابنا في لا قدر الله تأخرنا في بعض الأيام لحين استقرار أو توفير ممر آمن داخل الأراضي الفلسطينية. رفضنا رفض تام كل ما يصدر من الجانب الإسرائيلي، أصدرنا بيانات بالأمس في تأييد كافة قرارات السيد الرئيس بخصوص الترحيل القسري او اجبار اهالينا في غزه على خروجهم من اراضيهم، ده شيء مرفوض بالنسبه للشعب المصري. عدم تنديد او شجب من بعض الدول والمنظمات الدوليه، لا نرى اي منظمات دوليه الان تدين الهجوم الوحشي والمجازر اللي بتحصل داخل قطاع غزه، وده شيء مؤسف بشكل كبير. بنطالب كل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتوفير ممرات آمنة، لوقف إطلاق النار، لوجود هدنة، ودي يمكن كل القوانين الدولية في كل الدول سواء في أوروبا أو في الدول الغربية بشكل مباشر كان يجب عليهم إدانة هذا العدوان الغاشم اللي بيحصل على المدنيين وعلى الأطفال والسيدات وكبار السن. وده يمكن شيء احنا بنأسف له، لكن اقل شيء نقدر نقدمه لهم هو الدعم والاغاثه والمسانده بشكل كبير، ومستمرون باذن الله على مدار الاسابيع القادمه في توفير كافه احتياجاتهم الغذائيه والدوائيه واي شيء يتم طلبه من قبل اشقائنا واهالينا في قطاع غزه او في الضفه الغربيه او في رام الله في اي مدينه من مدن فلسطين الشقيقه، عشان خاطر نكون بجوارهم في هذه الازمه الكبيره. ايه المساعدات اللي تم توفيرها استاذ مصطفى الى الان؟ وانا عارفه ان التحالف ما زال مستمر في الاستمرار في الدعم ولسه بيجهز قوافل اخرى، انا عايزه اعرف ايه اللي تم تجهيزه الى الان، وفي حاله السماح بالدخول للقوافل هيتم دعمها بايه تاني؟
لدينا الآن أمام معبر رفح في 106 شاحنة أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية، 350 ألف عبوة من الدواء والمستلزمات الطبية، 250 ألف من البطاطين والملابس والأغطية والخيام، 80 مخيم كامل إن شاء الله، 30 من المياه، لأن طبعا في عجز كبير في توفير المياه لديهم. إن شاء الله بنعمل الآن على جمع قافلة تانية وعلى تم الاستعداد إن شاء الله في التحرك بيها فور دخول القافلة الأولى. المساهمة كبيرة جدا في التبرع بالدم وفي شركات اللي بتقدم لنا كافة احتياجاتنا من المعلبات ومن الأطعمة الجاهزة عشان خاطر نكون جاهزين بيها الفترة القادمة. الأزمة كبيرة جدا في غزة، الوضع يعني يرثى إليه في عدم توفير مصدر الطاقة أو أماكن مجهزة ليهم للإيواء بعد نزوح آلاف الأسر من منازلهم التي هدمت نعم. بالعدوان الغاشم اللي بيحصل والمجازر اللي بتحصل بشكل يومي. إن شاء الله مستمرون في رصد كافة احتياجات الأشقاء في غزة عشان يتم توفيرها على مدار الأسبوع القادم بإذن الله. ان شاء الله دور كبير جدا بيقوم بيه التحالف في هذه الازمه يا استاذ مصطفى، وخليني برضو يعني ايه اتقدم بالشكر لكل الناس اللي شغالين على ارض الواقع. طبعا شكرا للمنظمات والمؤسسات الخيريه الموجوده داخل هذا التحالف على المجهود، والشباب المتطوعين اللي زي ما حضرتك قلت انتوا بقالكم 3 ايام قدام المعبر مرابطين قدام المعبر. الناس دي مش صحيح. ساكنه هناك، الناس دي قاعده في الشارع هناك. لا الحقيقه احنا بدانا كمان يعني ان شاء الله احنا يعني واخدين قرار بعدم التحرك الا بعد دخول المساعدات. نتوقع ان شاء الله في خلال الساعات القادمه يكون في دخول. لدينا الاماكن اللي بدانا نجهزها بجوار سياراتنا وبجوار الاغاثات اللي موجوده في شبابنا، كل شباب مطلعين، مئات المطلعين الموجودين امام المعبر رفضوا رفض تام ان هم يرجعوا للعريش حتى كمان، يعني كنا بنقول لهم ممكن تباتوا في مدينه العريش وترجعوا تاني وقت ما يتم فتح المعبر، قالوا احنا مش عاوزين نطلع على مدينه العريش، احنا عاوزين نفضل في رفح امام المعبر. عملوا خيم ليهم داخل المكان امام السيارات، اقاموا صلوا صلاه الغائب بالامس، مصرين على اعتصام مفتوح امام المعبر لحين الدخول. ان شاء الله هيكون لهم زملائهم واشقائهم من خلال الفترات القادمه هيكونوا موجودين معاهم لحين دخول كافة المواد الغذائية. ده شعور بالنسبة لكافة أعضاء اتحاد الوطن العمل الأهلي التنموي، ومصرين عليه وإن شاء الله واثقين في القيادة السياسية وفي كل الجهات الأمنية المصرية إن إحنا في أسرع وقت ممكن بإذن الله نقدر نعبر إلى الجانب الآخر من رفح ويتم إدخال كل المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة. اتفاق حدث بالفعل تم في الساعات الأولى من الأمس في إدخال أو على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام. بعد هذا الاتفاق كيف ترى سيولة المرور من المعبر ودخول الإمدادات؟ الحقيقة أن ده اتقال أكثر من مرة، لكن طبعا بعد زيارة الرئيس الأمريكي بالأمس للجانب الصهيوني بدا يكون في تحرك شويه في الجانب الاخر من المعبر الجانب الفلسطيني، لان طبعا كان في ضرب بشكل مباشر للمعبر من الجانب الاخر. باصلاح الطريق ده يمكن اظن انه ياخد وقت النهارده على مدار اليوم، لكن ان شاء الله متوقعين ان احنا نقدر من بكره لو الامور بقى في ممر امن بالفعل توقف اطلاق النار في الخط او الجانب الاخر، هنقدر نتحرك ان شاء الله بكافه الغاسات والسيارات المحمله بالمواد الغذائيه والادويه او كل الاحتياجات المطلوبه. بنتمنى ان يكون في فعلا استمرار واستدامه لتقديم الغاسات والدعم والعون لاشقائنا، ما يكونش فتح المعبر بس يعني لمده يوم، ده هيبقى مشكله كبيره، لان كنا لدينا يعني جمع تبرعات كبيره و احتياجات كثيرة هتعوز تدخل على مدار الأيام القادمة، ليست يوم واحد فقط ولا 20 شاحنة كما كان يقال، الموضوع أكبر من كده. احنا لدينا 106 شاحنة موجودين أمام المعبر، فإن شاء الله واثقين في كل القيادات المصرية والجهات الأمنية، ويمكن السيد الرئيس بشكل مباشر كل تحركاته وكل طلبات من كل المنظمات الدولية بفتح المعبر بشكل مستمر
بعدم يعني اغلاقه مره اخرى، لان ده هيسبب كارثه صحيه او كارثه بيئيه لدى الاشقاء في قطاع غزه. اكيد، كل الشكر ليك الاستاذ مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، شكرا جزيلا. طبعا زي ما قال الاستاذ مصطفى، احنا بنتوجه للشكر مره ثانيه للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، لكل المؤسسات اللي موجوده فيه والمتطوعين الموجودين في هذه المؤسسات. واعتقد ان احنا شفنا وتابعنا على مدار الايام اللي فاتت وقت تجهيز هذه القوافل لما كانوا موجودين في العريش، واول ما خدوا بداوا يتحركوا من العريش صوب معبر رفح في الاتجاه المصري، وموجودين من هناك بقالهم 3 ايام موجودين في نفس المكان مرابطين، عملوا خيام جنب الشاحنات. نشكر كل سائقي هذه الشاحنات لانهم برضه يعتبروا ابطال، والناس دي سايبه بيوتها هي كمان دعما للاشقاء في فلسطين وفي غزه، وده اللي كنت بقوله لحضراتكم عليه، كل واحد بيعمل اللي في استطاعته واللي يقدر يعمله لنصره القضيه الفلسطينيه.